مثل الربا والشجر فتهدي الضياء لها يا قمر أتعشقها أم رثيت لحالي فجئت تشاركني في السهر أتعشق مثل الربا والشجات فنصح على يومنا المنتظر أيا بدر عندي أحاديث شتى سأنقل منها الأعز الأغر فقل لي بربك أخبرهم وحدث بها خبرا عن خبر فأبدى اشتياقا لهذا الحديث وزاد اتلاقا يسر النظر وقال أتعاني الرسول الكريم أتعني الصديق أتعني عمر أتعني الرجال طرفه وتصحو على صوته في السحر شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر سلوحا تقاوم عصف الظلام وتهزأ بالفسق أن ظهر فتنحطم الكفر أسلفه فحطمه الكفر لما هجر أبى أن يطبق إسلامه وكان على قمة فانحدر وشر المصائب